السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن توفيت الأخت ميمونة باشا ووالدها الطيب يحيى باشا في حادث مرور قبل يومين، إلا أن وفاتها رحمها الله ما زالت تصنع الحدث، والسبب رسالة تركتها قبل أيام من الحادثة كأنها تنبهت بموتها. ترحموا عليها بارك الله فيكم، وهذه الرسالة لنا ولكم أن الموت أقرب إلينا من حبل الوريد. للإشارة أن ميمونة باشا من ولاية بسة، وكانت تدرس سنة ثانية علوم اقتصادية